ثقم اللي احنا في مصر نقف الى جانبكم مستعدين للدعم الكامل من اجل تحقيق هذا الهدف. الهدف اللي انا بقول عليه ايه؟ هو وحده الاراضي الليبيه. بتكلم على الدوله الليبيه المستقره، الدوله الليبيه بعيدا عن التدخل الاجنبي، بعيدا عن وجود المقاتلين والمرتزقه اللي موجودين على الاراضي الليبيه. نحن داعمين معكم في كل هذه اي موضوعات للتعاون. ثقوا ان مصر ستقوم بالتعاون الكامل بدون اي هدف غير المصلحه الليبيه، مصلحه مصر في مصلحه ليبيا، امن مصر في امن ليبيا، استقرار مصر في استقرار ليبيا. فاطمئنوا لهذا الامر ودعمنا الكامل لكم، وارجو من حضراتكم تبلغوا باسم كل المصريين التحيه للشعب الليبي، الشعب الليبي كله الموحد المستقر. ان احنا بنتطلع الى اليوم ان احنا نزور في ليبيا في اقرب وقت، هيسعدنا جدا ان احنا ننزل في طرابلس مع اشقائنا في ليبيا، نراهم ويرونا يعني. فنتمنى لكم التوفيق، كل الدعم. شكرا. من مصر لليبيا، ده بلا قيد ولا شرط.